معي من اسطنبول جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات. أهلا بك معنا. كل ما نتحدث عن جديد ما حدث في خان شيخون، وكأنه كل التحقيقات متواصلة ولا جمود نهائيا، ليس كما كان يحدث في السابق. سيد جورج، كيف تتابعون كل هذه التطورات؟ حقيقة لأن ما حدث في خان شيخون شيء يختلف عن ما حدث قبله. هي جريمة ليس فقط باستخدام السلاح الكيماوي لقتل المدنيين، لقد فعلها النظام أكثر من مرة، لكن انكشاف للمرة الأولى وبشكل واضح أن مخزون النظام من غاز السارين ومن السلاح الكيماوي ما زال كبيرا وما زال قادرا على استخدامه، ولم يكن ليتم ذلك لولا الغطاء الذي قدمه الروس للنظام. هذه الحقيقة الفاقعة أمام المجتمع الدولي كانت صادمة، لأن فيها مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2118 الذي تحدث عن عقوبات تحت الفصل السابع لمن يستخدم السلاح الكيماوي، وكان هذا القرار الذي صدر عام 2013 من أجل استخدام النظام للسلاح الكيماوي في غوطة دمشق في ذلك الوقت، وذهب ضحية ذلك الإجرام أكثر من 1400 مدني في الغوطة. لذلك المجتمع الدولي الآن في هذه العملية يكتشف أن هناك شكل من التواطؤ الروسي مع النظام السوري لإخفاء السلاح الكيماوي وتبرير استخدامه المتكرر، وكان آخرها الجريمة الكبرى في خان شيخون. ولهذا استبعدت روسيا من التحقيق، وهذا ما لم يعجبها. بالتأكيد، لأن الروس لم يثبتوا بأي فترة من الفترات خلال عام ونصف من تدخلهم المباشر واحتلالهم للأرض السورية وتطاولهم على الملف السياسي، لم يثبتوا لحظة واحدة أنهم وسطاء أو أنهم ضامنون. تم ذلك عندما كان هناك اتفاق ثنائي أمريكي روسي في بداية عام 2016 وفشلوا في ذلك، كذلك من خلال اتفاق أنقرة ومسار الأستانة أيضا فشلوا من أن يلعبوا دور الوسيط والضامن. وفي نفس الوقت طبيعي أن لا يمكنهم أن يلعبوا دور الوسيط في لجنة التحقيق من هذا القبيل. وفشلوا انطلاقا مما تقول، إن كان موسكو أو طهران، بإرباك هذا التحقيق، تحقيق الكيماوي. ويأتي موضوع لجنة التحقيق اليوم بعد ما أعلن ماتس أمس وزير الدفاع بأنه النظام لازال يحتفظ بكيماوي. على الأرض بسوريا يحكى عن انتشار عسكري روسي بشكل واضح وعلني للمرة الأولى في العاصمة دمشق. كل هذه المعطيات هل تفهمون منها شيئا فيما يتعلق بما بعد ضربة على شعيرات، ضربة الأمريكية؟ بالنسبة لنا منذ زمن ليس قصير نعرف أنه لم يعد شيء من النظام السوري. بشار الأسد وزمرته هي مجرد زمرة تتسلط، لكن من يقود الأمر هو الروس والإيرانيون. كان ذلك بداية في القواعد العسكرية، وكانت الميليشيات الإيرانية والطائفية التي أدخلتها. اليوم الجنود الروس يقفون على الحواجز في قلب العاصمة دمشق وفي العديد من المدن والمناطق أيضا. صارت الإدارة مباشرة بالفعل، لأن النظام كما قلت لم يعد شيئا، وكذلك أيضا يريد الروس أن يأخذوا موقعا إلى جانب الهيمنة الإيرانية على النظام التي سبقتهم في ذلك، ويريدون أن يأخذوا حصة من هذا القرار، خاصة وأنهم يتولون حمايته على الأرض وحمايته دوليا، وقد استخدموا مجلس الأمن الدولي، استخدموا الفيتو فيه 8 مرات لمنع إدانة النظام وتجريمه. أنا أشكرك جزيلا. من أسطنبول سيد جورج صبرا، عضو الهيئة العليا للمفاوضات.